ما سمعنا من الجزائر. أنا مع فكرة أنه التدخل الروسي في سوريا دمرها، والسبب أنه التدخل لم يأتي بنتائج إيجابية، والدليل على ذلك أنه التدخل في الأول كان ضد داعش، لكن القصف الروسي في روسيا كان قصف ضد المعارضة أكثر من داعش، فهدف روسيا كان أبعد من داعش ولم يقتصر حماية النظام السوري. والأسباب الخفية يعني الغير معلنة لهذا التدخل هو استعمال الأسلحة الحديثة لروسيا، وكذلك تجنيد جيشها مجانيا، وكذلك كسر الحصار الجغرافي والوصول إلى المياه الدافئة، وحماية ميناء طرطوس لمرور الغاز الروسي عبر سوريا لأوروبا بأقل تكلفة. ونرى أنه في هذه الآونة الأخيرة أن هناك قضية اللاجئين الكبيرة التي أدت إلى تفاقم الأزمة في سوريا.